من أبريل من العام 2002 استقبل عميد الشرطة بمفوضية برشيد رجلا مسنا كان في 75 وكان يحمل جواز سفر فرنسي. حسب ما هو مدون في جواز السفر الذي أدلى به فإن اسمه جوزيف النبال وهو من مواليد المحمدية ويقطن بضاحية باريس. كان جوزيف النبال يبدو متعبا نحيفا يتحرك بخطى متثاقلة. جاء إلى مفوضية الشرطة ببرشيد ليسجل شكاية قال إنه عاد إلى المغرب في 3 فبراير من العام 2002 عبر مطار محمد الخامس بالدار البيضاء. قال إن ابن أخيه ويدعى محمد النبال استقبله بالمطار ولكنه بدلا من أن يصحبه إلى المحمدية فإنه قصد به مزرعة في أطراف مدينة برشيد حيث أودعه غرفة لها باب حديدي. سجنه هناك نحو 3 أشهر. قال الشيخ وقد علت صوته نبرة حزينة إنه لم يتمكن من الخروج من تلك الغرفة سوى اليوم وبعد معاناة شديدة. قال إنه أتى إلى مفوضية الشرطة في برشيد راجلا. كان الشيخ يتحدث بفرنسية طليقة. بدا في الأمر سر كامن دفين. لم يستطع الشيخ أن يقود الشرطة إلى حيث كان معتقلا حسب زعمه ومع ذلك تم إخبار النيابة العامة بالأمر. وتأسيسا على المعلومات التي أدلى بها جوزيف النبال تم إحضار محمد النبال من المحمدية للاستماع إليه ومواجهته بمن يشتكيه. وما أن وقع نظر الشيخ عليه حتى بادره غاضبا: أتريد قتلي أيها العاق؟ أبدى محمد النبال استغرابا وتعجبا مما يصدر عن الشيخ النحيف. سأله العميد: هل تعرف الرجل؟ أجاب الشاب محمد النبال بالنفي. قال العميد: ماذا تعرف عن يوسف النبال؟ رد محمد بأنه عمه شقيق والده الذي توفي منذ زمن في فرنسا دون أن يخلف ولدا. قال العميد: إن الرجل يدعي أنه عمك يوسف. قال محمد النبال: إنه مجرد نصاب، فعمي توفي منذ زمن. رأى العميد مكرا ودهاء في نظرات محمد النبال الذي أراد أن يتحدى الشيخ النحيف. طلب منه أن يقدم ما يثبت صدق ادعائه. أخرج الشيخ من جيب معطفه جواز سفره الفرنسي. لما رأى محمد جواز السفر قال إنها وثيقة بمقدور كثيرين تزييفها. ثم في المغرب لا يطلق الناس على أولادهم اسم جوزيف. لم يستطع الشيخ أن يقنع بصدق مزاعمه. تم إبلاغ النيابة العامة بما خلصت إليه المواجهة فتقرر إخلاء سبيل محمد النبال على أن يمثل أمام عميد الشرطة كلما دعت الضرورة إلى ذلك. طلب العميد من الشيخ أن يترك عنوانا حيث يمكن الاتصال به عند الحاجة. رد الشيخ بأن لا عنوان له غير عنوان ابن أخيه الذي أنكر كل صلة له به، كما أنه لا يملك حتى ثمن تذكرة الركوب في حافلة. أشفق العميد عليه وعرض عليه التوسط لدى دار للعجزة لإيوائه لبضعة أيام، لكن الشيخ النحيف رفض ذلك وقال إنه يريد الاتصال بالقنصلية الفرنسية باعتباره مواطنا فرنسيا. نزل العميد عند رغبته واتصل بالقنصلية. في الجانب الآخر من الخط أبلغه محاوره أن مسؤولا من القنصلية سيأتي إلى مفوضية الشرطة. بعد نصف ساعة كان العميد يستقبل القنصل الفرنسي شخصيا. أطلعه على مضمون القضية وبعد أن فحص جواز سفر جوزيف النبال أكد أنه جواز سفر فرنسي سليم وأن القنصلية على استعداد لمؤازرة الشيخ والتكفل به. غادر القنصل مفوضية الشرطة وبرفقته جوزيف النبال. بعد 24 ساعة عاد القنصل إلى المفوضية وهو يحمل معلومات كافية حول الشيخ النحيف، معلومات تؤكد أن جوزيف النبال ولد في العام 25/900 بمدينة فضالة من والده محمد بن عبد القادر وأمه فاطمة بنت عمر. تفيد معلومات القنصلية الفرنسية بأن جوزيف النبال انخرط في الجيش الفرنسي في العام 45/900 وحارب في صفوفه في الهند الصينية.
وعاد إلى فرنسا وظل جنديا في صفوف الجيش الفرنسي إلى أن حصل المغرب على الاستقلال، حيث تم إدماجه في الجيش المغربي. في العام 60-900 غادر صفوف القوات المسلحة الملكية المغربية وعاد إلى فرنسا، في الحقيقة طرد من صفوف القوات المسلحة الملكية، ذلك أنه اعتقل في القنيطرة إثر مشادة مع جندي أمريكي، ولم يكشف للسلطات انتماءه إلى القوات المسلحة الملكية. في ضاحية باريس كان معروفا باسم جوزيف، ولذلك تبنى هذا الاسم في جواز سفره الفرنسي. بعد أن حصل على التقاعد وكان وقتها في نانتير، صار وحيدا، ألقت به الأيام في متاهات إدمان الخمر والتشرد. مرة قالوا له إن ابن أخ له يبحث عنه، كان ذلك في العام 99-900. لم يولي الأمر أهمية كبرى، فقد طوى النسيان صلته بالمغرب، ومع ذلك سعى إلى اللقاء بابن أخيه أو الذي يدعي أنه ابن أخيه. ذات مساء قابل الشاب محمد النبال الذي أخبره بأنه ابن شقيقه عبد السلام بن محمد بن عبد القادر النبال الذي توفي منذ 10 سنين. كان في الحي الذي يتجول فيه جوزيف إمام مسجد يأمه المغاربة. سعى جاهدا إلى إقناع جوزيف بالعودة إلى جادة الصواب والتخلي عن التعاطي للخمر، وبأن يفكر في زيارة بلده المغرب. في كل مرة كان جوزيف وقد تقدم به العمر يرد بأنه يريد أن ينهي حياته في فرنسا، ولكن إصرار إمام المسجد أقنعه بزيارة المغرب. اشترى تذكرة سفر على متن الطائرة، وكان إمام المسجد يعرف محمد النبال، فاتصل به وطلب منه أن يستقبل عمه جوزيف في المطار. في حكاية جوزيف في المغرب، استوقف عميد الشرطة اعتقاله في القنيطرة وإيداعه السجن 3 أسابيع. هو يعلم أن ذاكرة السجون لا تنسى، الأرشيف يذكر كل من نسي أو حاول النسيان. أثبتت الوثائق التي حصل عليها عميد الشرطة ببرشيد من مفوضية الشرطة بالقنيطرة ومن السجن المدني بها أن جوزيف النبال هو نفسه يوسف بن محمد بن عبد القادر النبال. ثبتت هوية الشيخ النحيف. بقي الآن كشف السر الكامن وراء احتجاز محمد النبال لجوزيف أو يوسف في تلك المزرعة بأطراف برشيد وإنكار معرفته به. في سياق البحث حول خبايا هذا الملف، تم إفاد محققين إلى المحمدية للتحري حول نشاط محمد النبال. توصل المحققون إلى أنه وحتى العام 99-900 كان موظفا بسيطا في مصلحة المحافظة العقارية، وفجأة قدم استقالته وصار رجل أعمال يركب سيارات الفارهة ويتولى تشييد مركب سياحي على الساحل غير بعيد عن المحمدية. اتضح للمحققين أن الأرض التي يشيد عليها المركب السياحي ومساحتها 3 هكتارات كانت وحتى العام 2000 مسجلة في المحافظة العقارية في اسم يوسف بن محمد بن عبد القادر النبال، وأن ملكيتها انتقلت إلى محمد النبال بمقتضى وثيقة عدلية تفيد بوفاة مالك الأرض وبأن محمد النبال هو وارثه الشرعي الوحيد. حين اكتشف الأمر كانت القطعة الأرضية الثمينة قيد الرهن العقاري لفائدة مؤسسة مصرفية لقاء تمويل أشغال بناء المركب السياحي. لما سأل عميد الشرطة جوزيف النبال يوسف النبال عن أمر تلك القطعة، قال إنه لم يكن يعلم بمكانها، وإنه حين كان جنديا في الجيش الفرنسي في الهند الصينية كان يبعث بمبالغ مالية محترمة إلى شقيقه عبد السلام الذي كان يتولى شؤون العائلة، والذي كان قد أخبره بأنه اقتنى له قطعة أرضية، غير أنه وبسبب الحوادث التي تعاقبت عليه نسيها ولم يولها كبير اهتمام. استدعي محمد النبال إلى مفوضية الشرطة. كانت الوسائل متوفرة هذه المرة لمواجهته. فاجأه العميد بأن الشيخ الذي أنكر معرفته به هو عمه يوسف.
حاول الشاب محمد أن يقنع المحققين بأن عمه تغيب عن المغرب منذ أكثر من 20 عاما وحكمه الآن حكم الميت. سئل محمد النبال عن القطعة الأرضية التي يشيد عليها المركب السياحي، قال إن والده هو من اشتراها ولم يسجلها في اسم شقيقه يوسف إلا لكونه وقتها جنديا يتمتع بحصانة ما. كان هامش المراوغة ضيقا أمام محمد النبال. لحقه المحققون بأسئلة محرجة، فجأة انهار ونحى منح الاعتراف. اعترف بأنه احتجز عمه في تلك المزرعة بأطراف برشيد ليبقيه بعيدا إلى أن يتم إجراءات بيع المركب السياحي لمستثمر أجنبي. حاول الإقناع بأنه لم يرد بعمه سوءا وإنه أمر بإطعامه. تم المحضر وأحيل طرف القضية على وكيل الملك. أحدث الشيخ النحيف المفاجأة حين مثل أمام وكيل الملك. أعلن يوسف النبال أنه يتنازل عن الشكوى التي تقدم بها ضد ابن أخيه. قال يوسف: إن ما فعله بي ابن أخي رغم قسوته مكنني من التخلص من الإدمان على الخمر وأعادني إلى جادة صواب، كما أن حسن المعاملة التي حظيت بها من العميد جعلتني أستعيد صلتي ببلدي. إذا ما قبل محمد أن يأويني ويلتزم بحسن معاملتي ويعينني على أن أنهي حياتي في رضا الله فإنني أتنازل له عن كل شيء. كان الحاضرون في مكتب وكيل الملك يستمعون بإمعان إلى ما يقوله الشيخ. لم يتمالك محمد نفسه فارتمى على قدمي عمه يوسف يقبلهما ويطلب الصفح.